نشرة إخبارية مفصلة من قناة يمن شباب الفضائية، نستهلها بأبرز وأهم العناوين. معارك عنيفة تشهدها جبهات تعز، والجيش يتقدم في تباب الجعشة والمقرم والسلال شرقية تعز. الجيش والمقاومة يحققان تقدما كبيرا في جبهة كرش بمحافظة لحج ومديرية باقم في صعدة. وأيضا في النشرة، ردود أفعال غاضبة ورافضة لأعمال التخريب المفتعلة في عدن من قبل ميليشيا عيدروس الانقلابية. حياكم الله. تتواصل لليوم الخامس على التوالي العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني بإسناد مكثف من قبل طيران التحالف العربي لاستكمال تحرير محافظة تعز. وشنت قوات الجيش التابعة للقطاعات الأول والثاني والسادس باللواء 22 ميكا هجوما عنيفا على تلال الجعشة والمقرم والسلال المطلة على مدينة تعز ومنطقة الحوبان في شرق المدينة. وقال مصدر عسكري في محور تعز إن الجيش يشن هجمات على مواقع تمركز الميليشيا في تبة سوفتل ومواقع أخرى بالقرب من تبتي الجعشة والمقرم، وذلك بعد أن فرض سيطرته على منطقة اللصب. وأشار المصدر إلى إعطاب دبابة للميليشيا وعربة تحمل رشاشا من عيار 23 أعلى تبة الجعشة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن الأستاذ بسام المخلافي من ركن التوجيه المعنوي في اللواء 22 ميكا. أهلا بك أستاذ بسام. اهلا وسهلا اختي الكريمه. بدايه حدثنا عن اخر المستجدات العمليات العسكريه بالجبهه الشرقيه لتعز. اليوم عمليه عسكريه ضمن الحمله العسكريه التي يقودها محور تعز وباشراف مباشر من القياده العسكريه والسياسيه. انطلقت معارك اليوم باتجاه تبه لوزم و تبت الأشعب، هذه المناطق المهمة والتي كانت تعد مراكز تموضع العدو في المناطق الشرقية لمدينة تعز. استطاع أبطال الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا من تطهير التباب الحاكمة في تبت الكريفات. الآن تبدأ عملية مباغتة من خلال الالتفاف على العدو، تم ذلك بالسيطرة على هذه التباب. الآن نحن الجبهات تشهد اشتباكات عنيفة باتجاه الكريفات وأسفل تبت الجعشة. معنويات المقاتلين مرتفعة، نشاهد وتأتينا المعلومات من مصادر مطلعة من عمق العدو أن هناك انسحابات كبيرة، هناك انهيارات في صفوف العدو. نعم أستاذ بسام. في أوساط العدو سيعقب ذلك إن شاء الله التحرير الكامل بإذن الله. أستاذ بسام، ماذا عن مساعدة قوات التحالف العربي؟ هل كان في هناك حملات أو غارات شنتها قوات طيران التحالف العربي؟ منذ انطلاق الحملة قبل 4 أيام ونحن اليوم في اليوم الخامس لانطلاق هذه الحملة، حملة تحرير ما تبقى من مدينة تعز، وطيران التحالف العربي لا يغادر سماء تعز باستهداف مباشر في المناطق الشرقية في مدينة تعز للدبابات التي تقوم بقصف على الأحياء السكنية طوال 3 سنوات ماضية. هناك ضربات موثقة موجهة إلى التعزيزات التي تأتي لمناصرة ميليشيات الانقلاب في المناطق الشرقية. الكل اليوم يعلم تماما أنه صقور الجو العربي للتحالف العربي كان له حضور حقيقي، وسيكون له أيضا يعني الفضل الكبير. نعم نعم أستاذ بسام، هل لديكم أي معلومات عن خسائر هذه الميليشيات الحوثية بعد هذه أو هذا التقدم للجيش الوطني في تعز؟ خسائر العدو البشرية بالعشرات إن لم تكن بالمئات. تأتينا المعلومات من عمق العدو أن هناك مستشفيات مليئة بجثث القتلى والجرحى من مناطق في مستشفيات الحوبان وإب وصنعاء، إضافة إلى الخسائر المادية المتمثلة بتدمير العديد من الدبابات والعربات
والرشاشات 23. هناك خسائر منيت بها الميليشيات الانقلابية فضلا عن كونها اليوم تعيش حالة من الانهزام النفسي. اليوم لم يعد لدى ميليشيات الحوثي نعم يكون لهم إلا الموت في داخل مدينة تعز. نعم الأستاذ بسام المخلافي من ركن التوجيه المعنوي في لواء 22 ميكا، شكرا لك على هذه المداخلة. ونستكمل وإياكم نشرتنا الإخبارية المفصلة. يسود الحزن في تعز لاستشهاد الإعلامي أسامة المقطري أحد شباب ثورة 11 من فبراير أثناء تغطيته للمواجهات شرق مدينة تعز. نتابع التقرير التالي. في تعز الصورة لأسير وبجواره شهيد، الأول مفرج عنه تعرض للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي وتناولناه في تقرير سابق، والآخر من يظهر في الصورة هو الناشط الحقوقي والإعلامي أسامة محمد سلام، استهدفته ميليشيا الحوثي أمس بقذيفة ليرتقي شهيدا، وهو يغطي الأحداث في الجهة الشرقية للمدينة. ترك أسامة خلفه طفله الوحيد محمد 3 سنوات ووالدين مسنين وأهلا وأحبة. يقول عمه إن الشهيد كان لا يكل ولا يمل في الدفاع عن حقوق المظلومين. كان نشيط وكان وفي وكان صادق وكان مخلص لكل صديق وكان بريء، كانت يعني نفسه طيبة، كان يتحدث مع كل أب، مع كل شيخ يعتبره أبوه، ومع كل أخ يعتبره أخوه. فريقه في المنظمات الحقوقية وزملاؤه، الحزن ظهر جليا في ملامحهم وهم يودعون جثمان من شاركهم الهم والنضال. حب مدينة تعز، حب أن الناس داخل الناس كلها حبت أسامة سلام. أسامة كان في المسيرات السلمية قبل ما يكون في الإعلام. أسامة كان يبحث عن وطن، عن مؤسسات دولة. أسامة كان إعلامي وكان ناشط وكان حقوقي. لحق الإعلامي الشهيد المقطري 7 من زملائه الصحفيين الذين قتلتهم ميليشيا الحوثي بتعز خلال فترة الحرب قنصا وبالقذائف، لننال نحن ناقلو الحقيقة نصيبا من الانتهاكات. أسامة سلام سمو في أخلاقه وتعاملاته، محب للسلم في أفعاله وتصرفاته، لكن ميليشيا الحوثي أبت إلا أن تختطف الحياة بسموها وسلامها. فسلام الله عليك أسامة يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. أمين دبوان، يمن شباب، تعز. حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تقدما كبيرا في جبهة كرش شمال محافظة لحج. وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش والمقاومة حررت مواقع حبيل، التبة الحمراء وشعب العلفقي الأسفل بشكل كامل. وتشهد جبهة كرش عملية واسعة للجيش والمقاومة لتحرير ما تبقى من الجبال التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين. أحرز الجيش الوطني تقدما في منطقة مندبة بمديرية باقم في محافظة صعدة بعد معارك عنيفة سقط فيها 30 قتيلا من ميليشيات الحوثي الإيرانية. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني سيطرت على جبلي شعير وبتر ومنطقة التباب السود في مندبة بمديرية باقم الحدودية مع السعودية. وصلت قوات من الجيش الوطني تتبع لواء العمالقة إلى مشارف مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بعد إجبار ميليشيا الحوثي الإيرانية على التراجع من مواقع حاكمة كانت تسيطر عليها. وقال مصدر ميداني إن الميليشيا تراجعت وتحصنت داخل مركز المديرية وسط المدنيين بعد فشلها في التصدي لهجمات الجيش. وذكر المصدر أن الميليشيا أقدمت على تفجير جسور صغيرة تربط بين طرقات المديرية في محاولة منها لوقف تقدم الجيش بعد فرارها من المعارك إلى مركز المديرية. لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية مصرعهم وأصيب آخرون في معارك عنيفة بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري إن قوات الشرعية تحتفظ ب3 جثث وذلك بعد فرار الميليشيا وترك جثث قتلاها إثر المواجهات العنيفة التي خاضها أبطال الجيش الوطني مع الميليشيا جنوب سلان بمديرية المصلوب.
قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية عشوائيا قرى المدنيين في مديريات ذي ناعم والقريشية وولد ربيع بمحافظة البيضاء. مصادر محلية قالت إن الميليشيات الإنقلابية شنت قصفا عشوائيا بالأسلحة الثقيلة على قرية يفعان الأهلة بالسكان في مديرية ذي ناعم. وفي السياق ذاته قصفت الميليشيا المتمركزة في سلة بهران ببلاد الظهرة على منازل المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم في قرية ذي كالب بمديرية القريشية. كما قصفت الميليشيا الإنقلابية منازل وممتلكات السكان في قرية لقاح بمديرية ولد ربيع ما أسفر عن أضرار في عدد من المنازل والممتلكات ومزارع المواطنين. قال المتحدث الرسمي للجيش الوطني العميد الركن عبد مجلي إن القيادة السياسية والعسكرية ماضية في خيار الحسم العسكري ما لم ترضخ الميليشيا الحوثية الإيرانية للقوانين الدولية. وأكد مجلي في تصريح صحفي أن الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جميع الجبهات تأتي ترجمة لما تم التوافق والتشاور عليه مع قيادة القوات المشتركة في الرياض خلال اللقاء بقيادة المنطقة الرابعة وقيادة محور تعز. وأضاف أيضا أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش في محافظة تعز ستستمر حتى تحرير كافة المحافظة وتحريرها من الميليشيا. لقي ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهم في غارة جوية لطائرة بدون طيار أمريكية بمحافظة مأرب. وأفاد مصدر محلي أن الغارة استهدفت سيارة بمنطقة العميس مديرية الجوبة وأسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من القاعدة بعد اشتعال النيران فيها. تواصلت ردود الأفعال الرافضة للأعمال التخريبية والمواجهات العسكرية التي افتعلتها ميليشيا عيدروس الإنقلابية المدعومة من الإمارات. وأكدت السلطة المحلية بمحافظة عدن رفضها القاطع للممارسات اللامسؤولة التي أقدمت عليها ميليشيا عيدروس من هجوم مسلح على المقار الحكومية واقتحامها بقوة السلاح ونهبها وتدمير وإتلاف محتوياتها. وقالت إن السلوك الهجمي مرفوض ويعبر عن نزعة عدوانية خطيرة قد تدخل عدن والبلاد في أطون صراعات دموية لا يحمد عقباها. وأكدت السلطات في محافظات شبوة وأبين ولحج وسقطرى وصعدة أن أعمال الفوضى والتخريب التي أقدمت عليها الميليشيا في عدن تستهدف النيل من الشرعية المعترف بهما دوليا وطعنه من الخلف في خاصرة كيان الدولة وتخدم ميليشيا الحوثي الإنقلابية. ودعا رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع عمرو بن حبريش العلي الرئيس عبد الرب منصور هادي وقيادة التحالف العربي إلى سرعة احتواء الموقف حفاظا على الصالح العام والنسيج الاجتماعي الواحد واستتباب الأمن والاستقرار والسلام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن من عدن مراسلنا أدهم فهد. أهلا بك أدهم. أهلا وسهلا أدهم، حدثنا كيف هي الأجواء بعدن بعد الاشتباكات العنيفة بين الحرس الرئاسي وميليشيا عيدروس؟ نعم، ما تزال الأجواء مشحونة إلى ما قبل الساعة ربع ساعة من الآن اندلعت مواجهات عسكرية في مدخل مديرية كريتر من اتجاه المعلم اتجاه العقبة. من المواجهات بين قوات تتبع المجلس الانتقالي وقوات أخرى تتبع الحماية الرئاسية. هذه المواجهات تجددت فجر اليوم ثم توقفت حتى ساعات الصباح إلى ظهر اليوم لتندلع مجددا. بالنسبة لباقي المديريات والمواقع، الهدوء والسائد كانت قد اندلعت بعض المواجهات العسكرية فجر اليوم تحديدا عند الساعة الثالثة فجرا في أطراف مديرية دار سعد وأيضا في مديرية خور مكسر، لكن الآن هادئة. فقط مديرية كريتر هي التي ما تزال إلى الآن تشهد التوتر العسكري والاشتباكات المتفرقة. طيب أدهم، كيف ينظر المواطن في عدن لما يدور من أحداث في مدينة اتسمت بالسلمية والمدنية والتعايش؟ طبعا هناك حالة من خيبة الأمل لدى المواطنين بمدينة تحررت منذ ما يزيد عن 3 أعوام، لكنها ما تزال حبيسة تلك الأزمات. لليوم الثاني على الثوري تتوقف الأعمال والجامعات والمدارس في العاصمة المؤقتة عدن، المحال التجارية أيضا مغلقة بشكل كبير، الحركة التجارية خفيفة للغاية، حركة المرور هي الأخرى أيضا محدودة. هناك شوارع مغلقة وهناك أيضا هناك ناس يودون هناك أساسا نود التذكير أن هناك بعض العائلات نزحت من مساكنها وذلك لقربها من مواقع الاشتباكات وتحديدا في مديرية كريتر وخور مكسر وأيضا
دار سعد. عودة هذه الأمور تذكر المواطنين في عدن بما حدث في الحرب الأليمة التي شهدتها المدينة في مطلع العام 2015. نعم، مراسلنا من عدن أدهم فهد، شكرا جزيلا لك على إطلاعنا على آخر التفاصيل. ونستكمل آخر أخبارنا في هذه النشرة المفصلة. قال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضة إن حصيلة ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن بلغت 144 قتيلا وجريحا. وأوضح الدكتور باعوضة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن 12 قتيلا و132 جريحا جراء الأحداث في عدن وصلوا إلى مختلف مستشفيات عدن. وأشار إلى وجود نحو 9 جرحى حالتهم خطيرة، وأنه تم إجراء عمليات جراحية لعدد من الجرحى وحالتهم مستقرة. وقبل ختام هذه النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز عناوينها. معارك عنيفة تشهدها جبهات تعز، والجيش يتقدم في تباب الجعشة والمقرم والسلال شرقية تعز. الجيش والمقاومة يحققان تقدما كبيرا في جبهة كرش بمحافظة لحج ومديرية باقم في صعدة. ردود أفعال غاضبة ورافضة لأعمال التخريب المفتعلة في عدن من قبل ميليشيا عيدروس الإنقلابية. نهاية نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.